سمحولي النهاردة احتفل بعيد ميلادي معاكم. عيد ميلادي السنة دي مش عيد ميلاد عادي. تميت 45 سنة، واعتقد انه صعب جدا على اي ست مهما كانت شجاعة مهما كانت واثقة من نفسها انها تقول على سنها. ليه بقى؟ لان التقدم في السن والتقدم في العمر معناه ان الناس متوقعة ان الشخص يكون عايش حياة معينة. كمان ان احنا مش هقول بنقرب للموت، ولكن بنقرب للشيخوخة. يبتدي بقى الشعر يطقطق والشعر الابيض يظهر، تبتدي التجاعيد، تبتدي ملامحنا تتغير. مهما كان الواحد شكله حلو وجميل واخد باله من نفسه، وفي ناس جيناتها جميلة وحلوة مدياهم بشرة صافية وتجاعيد أقل، لكن برضو بيفضل جوانا هذه الرغبة في ان احنا نكون شكلنا حلو وشكلنا متألق وما عندناش تجاعيد واحساس السن والعجز. كمان لما الواحد يفكر ان السنين بتعدي سنة ورا سنة، يقعد يفكر يا ترى انا عملت ايه، يا ترى انا حققت ايه. فلو العمر اللي احنا عشناه قبل هذه اللحظة مليء بالاحباطات أو من وجهة نظرنا او بالفشل او ان احنا ما حققناش حاجات معينة، التقدم في العمر بيبقى له احساس كده مش حلو، فيه غصة لانه دايما يا خبر الوقت ضاع وانا ما عملتش اللي انا نفسي فيه وما حققتش اللي انا نفسي فيه. فالسنة دي قررت ان انا مع الاحتفال ومع التهاني والمكالمات والخروج مع اولادي وجوزي والسعادة اللي انا بحسها فعلا جوايا يوم عيد ميلادي. انا مش من الناس اللي بتزعل لما يجي عيد ميلادهم وتفتكر ده انا قربت من الموت خطوة. كان دايما يقولوا على الموسيقار محمد عبد الوهاب ان هو كان بيكره اعياد الميلاد وبيكره الاحتفال بأعياد الميلاد لأنها كانت تذكير له أنه قرب من الموت خطوة. أنا ما عنديش الإحساس ده، بالعكس يعني أنا بحب أحس أن أنا عشت سنة والحمد لله بحلوها بمرها حلوة، حتى ولو كان فيها شوية إحباطات، حتى لو كان فيها شوية مشاكل، حتى لو كان فيها اللي فيها حلوة. بس السنة دي حسيت أن أنا محتاجة أفكر أكتر. ما هو اصل الواحد مش هيبقى عنده 45 سنة ويبقى بنفس الشخصية والعقلية لما كان عندي 25 سنة. لو الواحد ما تغيرش تبقى مأساة، والتغير كمان اذا ما كانش تغير للأحسن تبقى كارثة. فقعدت افكر يا ترى انا تغيرت ازاي. لقيتني مثلا ان انا بقيت اكثر شجاعة. زمان كان في تهور، لكن دلوقتي في شجاعة تفرق. زمان كنت بتكلم قبل ما افكر، دلوقتي بدي لنفسي فرصة ولو لسه صغيرة. لسه ردود افعالي سريعة لان دي شخصيتي، بس برضو بدي نفسي فرصة ولو بسيطة اني افكر في الكلام اللي انا هقوله. زمان ما كانش بيهمني ان انا اجرح حد، دلوقتي بيهمني جدا. ولما بحس ان انا اتسرعت في تصرف ما او في كلام ما وقلت حاجة كان ممكن اقولها بشكل احسن بزعل قوي من نفسي. زمان ما كانش بيهمني. زمان الناس كمان ما كانش مش عايزة اقول ان ما كانش ليها القيمة اللي ليها دلوقتي، ولكن قبل كده كان الواحد بيهتم بالشغل والكفاح والعمل والمذاكرة والمش عارف ايه والكلام ده. ولما قابل الناس اقابلها عشان اريد شارج ماي باتريز واحب اتكلم معاهم والكلام ده كله. لكن دلوقتي الناس بقى ليها قيمة تانية خالص، مش قيمتهم مرتبطة بس بانا هستفيد منهم ايه او انا يعني بحب
ايه الاستفادة، مش شرط انها استفادة مادية، بس مجرد ان الواحد يقعد مع حد ويتكلم وينبسط ولو حتى نص ساعة، ما هي دي استفادة. ولكن بحاول دلوقتي اخلي يعني اخلي نفسي تفكر في هذا الشخص وقيمته بالشكل المطلق. اولوياتي كمان اختلفت عشان المرحلة الجديدة اللي انا داخلة فيها. اعتقد ان اعياد الميلاد فرصة حلوة قوي ان الواحد يفكر في كل ده، ويفكر ازاي هيعيش حياته اللي جاية. احنا ما نعرفش هنموت امتى، لكن بشكل عام كده تزايدت اعمارنا قوي. زمان كنت اقول الحياة قصيرة الحياة قصيرة، دلوقتي بقيت اقول لا الحياة طويلة. اليوم طويل لكن السنة قصيرة. دايما تفتكروا ان ايه ده، اليوم ده مش عايز يخلص، ايه ده الشهر ده مش عايز يخلص، وفجأة نبص نلاقي السنة كلها خلصت. فالناس اللي بتقول ان الحياة قصيرة، في لحظة من اللحظات الحياة بتكون قصيرة، لكن في لحظة تانية الحياة بتكون طويلة. الحياة بتكون طويلة لما ما يكونش عندك الصحة، وبالتالي تعيش أيامك وانت في ألم شديد وفي مشاكل صحية الحياة بتكون طويلة لو ما عندكش علاقات حب جميلة مع الناس اللي حواليك، ساعتها الحياة بتبقى طويلة ومقرفة ومملة. لكن الحياة بتبقى، مش عايزة أقول قصيرة، بتبقى رشيقة، بتبقى خفيفة، بتبقى ناعمة لما الواحد يبقى عنده علاقات جميلة وحلوة وناس حواليه بيحبها وبيحافظ عليها. أعتقد إن أكبر درس اتعلمته في 45 سنة اللي فاتوا دول إن الناس مهمة قوي، ولكن آراء الناس مش مهمة قوي. أقول لكم الفرق. زمان كنا بنخاف هيقولوا عليا ايه لما يشوفوني لابسه كده، لما يشوفوني بتكلم كده، لما يشوفوني بعمل كده هيقولوا عليا ايه. دلوقتي ما بقيتش اهتم بالناس هتقول عليا ايه، بقيت اهتم بشكلي انا قدام نفسي ايه. انا وانا واقفه في المرايه ببص لحنان وبقيمها، هو ده اهم انسان في حياتي دلوقتي. مش بانانيه ولا بغرور، ولكن انا قدام نفسي ايه. لان انا بعيش مع نفسي طول الوقت طول الوقت. تخيل كده، انت وانت لوحدك، انت مش لوحدك، انت مع نفسك. حتى في التويلت، حتى واحنا قاعدين في البيت كله لوحدنا، احنا مش لوحدنا، احنا مع نفسنا، احنا الصاحب الدائم لنفسنا. ازاي افضل اشتغل عشان انال احترام الاخرين وانا نظرتي لنفسي مش على نفس هذا القدر من الاحترام؟ فالناس مهمة، لكن اراء الناس ما عادتش مهمة. دي شوية حاجات وشوية افكار من اللي جات في دماغي وانا بفكر في عيد ميلادي. ناس كتير قوي بعتت لي تهاني، بعضها تهاني عادية، بس حتى ده كمان يا اللي خد من وقته ثانية عشان يبعت لي على الفيسبوك هابي بيرثداي ولا كل سنة وانت طيبة، واللي خد من نفسه 5 6 ثواني اكتر عشان يكتب لي حاجة، اسم معين كان بيدلعني بيه، صحباتي كل سنة وانت طيبة، يا حنونة كل سنة وانت طيبة، يا نانا كل سنة وانت طيبة، يا كذا، قرايبي، زمايلي، المسج نفسها بتحسسني ان الشخص ده لما شاف النوتيفيكيشن بعيد ميلادي افتكرني وافتكر التاريخ اللي بينا. والناس الجديدة اللي مجرد انها متابعاني كده من بعيد لبعيد برضو ما استخسرتش فيا ثانية عشان تقولي كل سنة وانا طيبة، واللي اتصل بيا واللي كلمني
وماما وهي بتحكي لي اليوم اللي اتولدت فيه وايه اللي حصل ايه ده، دي حاجة حلوة جدا، دي حاجة لازم اكون ممتنة ليها جدا ولازم ابقى مبسوطة بيها جدا. فانا سعيدة قوي قوي لكل الحب، لكل الاحترام، لكل دفء المشاعر من اللي قريب مني ومن اللي ما يعرفنيش خالص. يا ده نعمة ربنا كبيرة قوي 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 على الواحد. اشكركم ان انتوا سمحتولي احتفل بعيد ميلادي معاكم على طريقة حنان عواد. اشكركم ان انتوا سمحتولي اكون جزء من حياتكم بشكل او باخر. اشكركم ان انتوا شرفتوني في بيتي واحيانا في شغلي. مش لاقية كلام تاني اكتر من كده غير ان انا اشكركم.